الكرم والكعك اللذيذ. ذات يوم ذهب كريم إلى محل كفاية حيث كانت تصنع الكعك اللذيذ، فاشترى كعكة مغطاة بالكريمة والكرز، وعاد إلى بيته مسرورا ونادى على أولاده: هيا يا كرم، هيا يا ملك، تعالوا لنتناول الكعك، إنه كعك كفاية لذيذ. جلس الجميع على الطاولة، وقال الأب: هذا يا أبنائي هدية نجاحكم وتفوقكم في المدرسة. فرح الأطفال وشكروا الأب، وأخذ كرم يضع يده على الكعكة ويأكل ويقول: إنه لذيذ، شكرا يا بابا، لذيذ. كرهت ملك هذا المنظر، وأخذت تدق على الطاولة وتقول: لا يا كرم، لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال الأب: بارك الله فيك يا ملك، وأنت يا كرم تعلم آداب الطعام واتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أكل الجميع وشكروا الأب، ووعدوه أن يجدوا ويجتهدوا وأن يكونوا دائما من المتفوقين.